ماسك نبات السدر اللي بيروج ليه مؤخرا ان هو هيخلي شعرك باروكة ده ممكن يسبب لك صلع مش عايز اصدمكم يا جماعة نبات السدر ما بينبتش شعر باي شكل من الاشكال هقول لكم نبات السدر مفيد في ايه بالظبط في الشعر بس هو عشان تبقوا عارفين مش بينبت شعر تماما ملوش اي علاقة بانبات الشعر ملوش علاقة بفراغات الشعر ملوش حتى علاقه بعلاج تساقط الشعر هو بيعمل مجموعه حاجات بسيطه جدا ممكن نستخدمه ونستفيد منه فيها ولكنه ما بيعملش اي نوع من انبات الشعر وهثبت لكم ده في الفيديو بالدليل القاطع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى يا جماعه تكونوا بخير وشعركم بألف صحة وألف خير. أنا قبل ما أصور الفيديو ده شفت أكتر من 10 فيديوهات تقريباً بيتكلموا كلهم عن نبات السدر. في بعضهم بيتكلم عليه يعني كمنقوع السدر أو بخاخ السدر، البعض الآخر بيتكلم عن ماسك السدر لإمداد الشعر اللي هيخلي شعرك باروكة على حد ما هما بيقولوا. ملخص الموضوع الصدر مش بينبت الشعر باي شكل من الاشكال الصدر الماده الرئيسيه اللي بيرتكز عليها هي ماده اسمها سابونين سابونين ماده مشتقه او نوع مشتق من انواع الصابون ومن النقطه دي نقدر نفهم الصدر بيعمل ايه في الشعر نبات السدر هو منظف قوي جدا لفروه الراس ولبصيلات الشعر، بينظفها من الزهم، بينظفها من البكتيريا المتراكمه في اعماق بصيلات الشعر، بينظف الشعرايه نفسها من تراكم الزيوت عليها لو احنا بنستخدم زيوت علاجيه، حلو جدا في علاج القشره، حلو جدا في علاج البكتيريا، بينظف كويس جدا فروه الراس، غير كده السدر ما بيعملش اي حاجه وما فيهوش اي مواد علاجيه بتعمل انبات للشعر باي شكل من الاشكال ودوروا ورا الكلام اللي انا بقوله وورا الكلام اللي اي حد تاني برضه بيقوله. اتنين هتولي حد استخدم نبات الصدر وشعره نبت غير الناس اللي عندها تساقط شعر بسبب القشره او تساقط شعر بسبب الزهم اللي هي ماده السيبم الماده الزيتيه اللي بتزيد في فروه الراس لما بتعملي فروه راسك بايدك كده تلاقي ضوافرك زيتت شويه ده كده معناه ان انت عندك زياده في افراز السيبم او الزهم او الماده الدهنيه في فروه الراس ودي حاجه مش كويسه وحاجه بتسبب تساقط الشعر الشديد وان يبقى فيه فراغات في الشعر دايما انت تشوفي شعرك تلاقي فيه فراغات كبيره جدا المشكلة كلها ايه؟ السيبم أو زيادة مادة الزهم، السدر بيعالج الموضوع ده تماما مفيش فيه أي مشكلة، والناس اللي بتقول أو بتدعي إن السدر بينبت الشعر غالبا بيكون عندهم مشكلة من المشاكل اللي إحنا قلنا عليها. هل نبات السدر وحش يعني ما نحطوش على شعرنا؟ لأ هو كويس ولكن نستخدمه بطرق معينة. أنا بشوف دايما إن نبات السدر أفضل استخدام ليه نستخدمه كبخاخ أو غسول للشعر. طريقة استخدامه إن إحنا نجيب بعض حفنة من نبات السدر وننقعهم في ماء مغلي ونستنى عليهم يعني يمتصوا في الماء المغلي ده لمده مثلا ثلاث ساعات اربع ساعات او ست ساعات يعني وبعد كده نصفي السائل ده نحطه في بخاخ ونرش منه على فروه الراس ممكن نستخدمه مثلا مره او مرتين في الاسبوع بالكتير قوي ما ينفعش نستخدمه اكتر من كده انه ماده منظفه قويه واهم حاجه في السائل ده ان احنا ما نسيبوش على فروه الراس اكتر من 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي وبعد كده نغسله نعامل نبات السدر كانه بالظبط صابون او شامبو هل انت بتسيبي على فروه راسك الصابون او الشامبو لمده اكتر من 10 دقائق ربع ساعه لا فبالتالي السدر سيعامل نفس المعامله لان هو بيحتوي على نفس الماده اللي موجوده في الصابون دي يعني طريقه ودي اللي انا بفضلها لاستخدام نبات السدر على فروه راس لو احنا يعني عايزين نستخدمه قوي يستخدم كشامبو او شامبو يحتوي على نبات الصدر او خلاصه نبات الصدر او خلاصه زيت الصدر في العموم يعني او ان احنا نحط بعض منقوع الصدر داخل زجاجه الشامبو نفسها هتساعد الشامبو على التنظيف مش اكتر انا بقول لكم على كميه اخطاء رهيبه شفتها في يعني كل الناس اللي شفتهم استخدموا الصدر تقريبا 100% من الناس اللي بتستخدم الصدر بتستخدمه بشكل خاطئ تماما وبيسبب تساقط الشعر وانا نفسي مشيت على الوصفات اللي انتم بتشوفوها على الانترنت دي زمان جدا كنت بستخدم الصدر على فروه الراس وكنت بلاحظ ان التساقط بيزيد كنت فاهم ايه السبب لقيت فعلا ان السبب في ان انا بسيب نبات الصدر على فروه الراس بالساعه والساعتين صابون محطوط على فروه الراس لمده ساعه او ساعتين هيعمل ايه؟ بالظبط تساقط في الشعر شديد جدا حاطين صابون على فروه راسنا ماده كاويه ماده حاميه على فروه الراس مع الوقت هتسبب تساقط شديد في الشعر. نيجي اول حاجه شامبو الصدر ده كويس ممكن نستخدمه مفيش مشكله بخاخ الصدر قلنا نستخدمه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها نسيبه 10 دقائق ربع ساعه دول كويسين تمام؟ خلينا بقى نتكلم عن المصيبه الكبيره وهي ماسك الصدر اللي انا شفت ناس كتير قوي عماله بتقول ماسك الصدر اللي هيخلي شعرك باروكه صدقيني ده حاجه خطيره جدا ماسك الصدر ده ممنوع تماما محدش يستخدمه ماسك الصدر ده شديد جدا وحامي جدا على فروه الراس وكميه كبيره من المواد المنظفه على فروه الراس في بعض الناس فروه راسها حساسه ممكن ما تستحملش كميه المواد المنظفه دي اتنين ودي المصيبه الاكبر وهي استخدام او خلط نبات الصدر مع الحنة وتركهم على فروة الراس مدة اكتر من ساعة انا لقيت ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده بيحطوا الصدر مع الحنه على فروه على فروه الراس مش على الشعر نفسه كمان يعني المادة الفعالة او الماسك ده بيسيبوه على فروة الرأس دي مصيبة بكل ما تعنيه الكلمة بين الحنة برضو فيها مواد منظفة قوية جدا لفروة الرأس زائد كمان الصدر اللي فيه مواد منظفة برضو قوية جدا فاحنا بنحط كمية من المواد الحمية القوية جدا اللي بتعمل ممكن تعمل التهاب يعني لو حد بيعمل الوصفة دي مثلا مرتين تلاتة في الاسبوع فروه راسه هيحصل فيها التهاب لا محاله. الحاجه التانيه وهي زيت نبات السدر، زيت السدر يعني هو اقل خطوره شويه من ماسك السدر ولكن برضه خطورته عاليه لانه بيتساب على فروه الراس مدة طويله وبالتالي بيعمل مشاكل في الشعر، ممكن يتحط وسط تركيبة زيوت بنسبة قليلة جدا وبرضه ما يتسابش يا على فروه الراس كتير جدا اقصى حاجه نص ساعة ممكن اطلب منكم طلب بسيط يا جماعه ما تستخدموش نبات السدر او الناس اللي بتستخدم نبات السدر ومش جايب معاه نتيجه جربوا بدل ماسك السدر ده جربوا بخاخ القهوه او ماسك القهوه او ماسك الكافيين استمروا عليه 21 يوم وشوفوا هل السدر اللي بينبت شعر وبيخلي شعرك باروكه ولا القهوه والكافيين اللي هيخلوا فعلا شعرك ينبت وهتلاحظي انبات في الفراغات كويس جدا سيبك من السدر شوية بعد اذنك اختي العزيزة جربي حاجة مفيدة زي ماسك القهوة او بخاخ القهوة او برده ممكن تستخدمي زيت الروزماري او استخدمي برده عصير البصل او ماء البصل ليه بنروح لحاجة يعني مفيش عليها اي حاجة تدل ان هي بتعمل انبات في الشعر دوروا يا جماعة ورا الكلام اللي انا بقوله انا ما حدش ياخد الكلام اللي انا بقوله كده ايه كوبي ايه بيست ايه اه او ان هو ياخده مسلم بيه وما تاخدوش اي كلام حد بيقوله مسلم بيه شوفوا ودوروا على الحاجه قبل ما تستخدموها نبات السدر ما فيهوش اي مواد علاجيه لانبات الشعر نبات السدر ما بينبتش الشعر ما بينبتش الفراغات ما بيعملش اي حاجه والناس اللي بتلاقي نتائج من استخدام نبات السدر او ماسك السدر على الشعر او على فروه الراس او حتى تقليل في التساقط هم كل ما في الامر ان كان عندهم قشره بكتيريه او قشره دهنيه او برضو نوع من انواع زياده ماده الزهم على فروه الراس ودي حاجه بتعمل تساقط في الشعر لما استخدموا الصدر اللي هي ماده منظفه قويه جدا استخدموها مثلا ثلاث مرات متتاليه فشعرهم نضف فبالتالي التساقط ده قل فنبات الصدر عالج لهم المشكله بس اللي هي تنظيف فروه الراس وكمان عايز اقول لكم نبات الصدر مش هو افضل شيء بينظف فروه الراس ممكن نستخدم شامبو الكيتوكونازول وده شامبو من غير ما نتعب نفسنا ولا أي حاجة رخيص موجود في كل الصيدليات وبيعالج القشره وبيعالج الزهم وبيحل المشكله دي تماما بلاش السدر عشان خاطري بلاش موضوع نبات السدر ده لان الصراحه صعب قوي وانا نفسي لما جربته ما لقيتش منه اي نتيجه تذكر بل بالعكس لقيت منه تساقط في الشعر لان ولما دورت وراه عرفت المعلومات اللي انا قلتها دي وجيت اقولها لكم تعالى يعني لو عسى تفيد اي حد بيستخدم موضوع نبات السدر ده نبات السدر مش هيخلي شعرك باروكه واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب سلام عليكم